السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات وورلد سبورتس. طبعا قرعة دوري أبطال أوروبا وقرعة الدوري الأوروبي هو الحديث الأبرز خلال اليوم. قرعة قوية جدا ومباريات أقوى كانت الأسبوع الماضي. كلنا شفنا تألق رونالدو والعودة القوية مع فريق يوفنتوس ضد فريق أتلتيكو مدريد. والأبرز كان تصريح سيميوني قبل المباراة لما قال لو خسرت من اليوفنتوس هبيع بطيخ في شوارع مدريد، وده التصريح اللي خلى كل مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من سيميوني. لكن كلنا شفنا القرعة وإزاي الفرق القوية هتلعب بعض، وأيضا فرق في إنجلترا منذ أكثر من 10 سنوات لم يصعد إلى دور الثمانية، 4 فرق إنجليزية. تخيلوا حضراتكم بقوة الدوري الإنجليزي، 10 سنين محرومين من فرق الدوري الإنجليزي علشان يكونوا موجودين في دور الثمانية. لكن السيتي هيواجه توتنهام علشان يلعبوا 3 مرات في أقل من 10 أيام في شهر إبريل. طبعا برشلونة واليونايتد والذكريات ما بين الخروج من سيمي فاينل والخسارة أمام برشلونة في فاينل 2010 لما السير أليكس فيرغسون كان موجود، واليوفنتوس ومواجهة أياكس وإيقاف رونالدو. وهل يا ترى فعلا الاتحاد الأوروبي هيوقف رونالدو بعد الحركة المشينة اللي طبعا من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بعد احتفال رونالدو بهدفه الثالث، هل فعلا الاتحاد الأوروبي هيوقف رونالدو وبالتالي ممكن يوفنتوس بشكل كبير يعني يكون مهدد بالخروج أمام أياكس، الفريق اللي أقصى فريق ريال مدريد الحامل للقب 3 بطولات على التوالي في بطولة دوري الأبطال؟ هنشوف. طبعا مواجهات قوية جدا ومواجهات أيضا عندنا ليفربول ومحمد صلاح ومواجهة بورتو البرتغالي وذكريات ليفربول وبورتو بخماسية لفريق ليفربول. كلنا أكيد فاكرين المباراة، فاكرين الهاتريك لساديو ماني وهدف لصلاح وهدف لفيرمينيو. لكن الفريق الوحيد الذي لم يهزم في البطولة من ال8 فرق اللي موجودين في دور الثمانية هو فريق برشلونة من دور المجموعات وحتى في دور ال16 وأيضا بوصوله لدور الثمانية. أيضا فريق برشلونة الوحيد في مختلف البطولات الأوروبية اللي فريقه لم يتم إقصاؤه سواء على صعيد الرجال أو السيدات أو في بطولة الشباب، والتلاتة دوري الأبطال. طبعا برشلونة عنده الهدف الأكبر. وتخيلوا حضراتكم كده لو يوفنتوس وصل لنهائي دوري الأبطال وأيضا برشلونة وصل لنهائي دوري الأبطال، هنشوف لأول مرة في التاريخ أفضل 2 لعيبة في العالم في أكثر من 10 سنوات يكونوا موجودين وجها لوجه في نهائي اللي هيكون يوم 1 يونيو 2019 في مدريد في ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتان. لكن قرعة الدوري الأوروبي شهدت المواجهة الأقوى ما بين نابولي وأرسنال. نابولي الفريق الإيطالي مع أنشيلوتي أكيد مختلف، خرج بسوء حظ في دوري الأبطال لكنه ماشي بخطى ثابتة بعد خسارته امبارح ب3-1، لكن الهدف لنابولي أحرزه في بداية المباراة أنقذه من الخروج أو أنقذه من الوقت الإضافي ومن ركلات الجزاء. وأرسنال أيضا يعني بينضم إلى فرق ريمونتادا علشان بعد ما بيخسر 3-1 أمام فريق ران في فرنسا بيفوز 3-0 على ملعبه وتألق كبير لأوباميانج. طبعا الإيقاف شبح يواجه السيتي. مانشستر سيتي في كلام كبير جدا على أن يتم إيقافه لفترتين انتقاليتين من التعاقدات حتى عام 2020. طبعا ريال مدريد بيتعاقد مع أولى تعاقداته تحت قيادة زين الدين زيدان مع المدافع البرازيلي القادم من بورتو ميليتاو مقابل 50 مليون يورو. ميليتاو طبعا واحد من أبرز الأسماء اللي موجودة حاليا في الدوري البرتغالي، وأيضا موجود الفترة القادمة بعد ما تألق مع فريق بورتو إلى المنتخب البرازيلي في التجمع القادم. أيضا محمد صلاح والكلام الكثير جدا اللي كان طبعا شاهدناه وسمعناه وشفناه في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات محمد صلاح وكلامه على السوشيال ميديا، أيضا على كلامه الكبير جدا كلاعب أفريقي وعربي. طبعا أنا هقول كلمة واحدة فقط في حق محمد صلاح، إن إحنا دورنا دايما إن إحنا ندافع عن الرموز، دورنا دايما ندافع عن النجوم اللي موجودين. محمد صلاح بشر في الأول وفي الآخر، سواء أخطأ في تصريح أو سواء قال تصريح صحيح احنا اكيد واقفين وراه وبندعمه، ودايما بيشرفنا وفخر لينا كلنا سواء فخر كمصريين
فخر لينا كعرب وافارقه. محمد صلاح عنده مواجهه مهمه جدا مع فولهام في الدوري الانجليزي يوم الاحد ان شاء الله خارج ملعب ليفربول. فولهام يعني في فتره تم اقاله مدير فني رانييري وتم اعلان او تعاقد مع مدير فني جديد، وبالتالي هتكون مباراه قويه جدا او حياه او موت بالنسبه لفريق فولهام. ايضا بالنسبه ليورجن كلوب اللي اقصى فريق بايرن ميونخ كعادته زي ما عملها مع فريق بروسيا دورتموند قبل كده، سواء في بطوله الدوري او السوبر الالماني او دوري الابطال، كمان اقصى فريق بايرن ميونخ الضعيف من وجهه نظري اوروبيا والقوي محليا. معانا تفاصيل كثيره جدا 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 هنتكلم عليها وبالتفصيل، لكن هنروح لفاصل وكالعاده هنرجع نكمل معاكم في وورلد سبورتس، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، وكالعاده بنبدا مع حضراتكم باغلفه الصحف العالميه، وهنروح معاكم لانجلترا ونشوف ايه اخر الاخبار اللي اتكلمت عنها الصحف الانجليزيه بعد لقاءات دوري الابطال وايضا بعد لقاءات الدوريات الاوروبيه. نبدا من التليجراف الانجليزيه، كاتب عنوان الفهد الاسود يسجل مرتين. طبعا الفهد هو اوباميانج بعد ما سجل ثنائيه في مباراه رين وارسنال واللي انتهت بفوز ارسنال 3-0 واللي صعد من خلالها ارسنال الى دور الثمانيه في الدوري الاوروبي. نروح للجارديان والدوري الاوروبي، تشيلسي يتقدمون بعد التهام جيرو لدينامو كيف، وبول سكولز يستقيل من تدريب اولدهام بعد 31 يوم في القياده الفنيه كمدير فني. صن الإنجليزية والأبطال الخارقون، الرجل الملثم أوباميانج يعود بالمدفعجية، والأبطال سيصطدمون بحظر لمدة فترتين للانتقالات، والكلام على مانشستر سيتي بعد العقوبة اللي هتعرضوا ليهم. ريال مدريد يبدأون عملية جلب إيدن هازارد، وسكولز يستقيل من تدريب أولدهام. ديلي ستار الإنجليزية، الرجل الملثم أوباميانج هو بطل يوناي أمري الخارق، سكولز يستقيل بعد 31 يوم من فريق أولدهام. نروح للتايمز والعنوان أوباميانج للإنقاذ، سكولز أيضا يستقيل لكنه يقول تم تضليلي. الاندبندنت الإنجليزية، المدفعجية يردون بالهجوم، وايضا سكولز يستقيل من تدريب اولدهام بعد 31 يوم. الواضح ان مفيش خبر غير خبر بول سكولز اللي منتشر على كل الصحف العالميه. الميرور الانجليزيه، طبعا العجوبه الملثمه والكلام على اوباميانج بعد ما ارتدى القناع بعد احرازه الاهداف مع فريق ارسنال. اوباميانج هو بطل المدفعجيه في اليوروبا ليج، وطبعا سكولز يستقيل بعد 7 لقاءات مدعيا مشاكل التدخل والوعود الكاذبه. نطير لاسبانيا علشان نشوف الصحف الاسبانيه، ونبدا بموندو ديبورتيفو الاسبانيه، وديمبلي من اجل ربع النهائي. الفرنسي يعاني من تمزق عضلي سيبعده عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع. البارسا الذي لم يهزم حتى الان والاقل استقبالا للاهداف، وطبعا الكلام ده قبل ما نعرف القرعه، واليوم سيعرف خصومه في الطريق الى نهائي الابطال في الواندا، طبعا هو مانشستر يونايتد. ابيدال وسيجورا تابعوا لقاء الانتر واينتراخت فرانكفورت لمراقبه يوفيتش. نروح لجريده الاس الاسبانيه، وميليتاو ياتي مقابل 50 مليون يورو لفريق ريال مدريد. وزيدان طبعا افترض اتمام العمليه، طبعا زيدان وافق على اتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي اللي بيلعب في صفوف نادي بورتو مقابل 50 مليون يورو. نروح لماركا الاسبانيه والعنوان ايضا على ميليتاو، اغلى مدافع في تاريخ ريال مدريد، واللاعب وقع رسميا مقابل 50 مليون يورو حتى عام 2025. سبورت الاسبانيه، التجسس على لوكا يوفيتش، الإدارة ذهبت طبعا الرياضة الرياضية الكتالونية ذهبت بأكملها من برشلونة لميلانو من أجل مراقبة المهاجم الصربي.
تمكن كل من سيجورا وأبيدال وبيلانيس من التأكيد أن اللاعب لديه قدرة كبيرة على التسجيل للأهداف، والهدف اللي سجله يوفيتش أمام الإنتر ساعد على القضاء على الطليان في الدوري الأوروبي. طبعا أينتراخت فرانكفورت أقصى فريق إنتر ميلان من دور 16 في الدوري الأوروبي. نروح لسوبر ديبورتي الأسبانية، وطبعا جوديس وجاميرو طبعا بيتشارك في الهدف الحاسم لفالنسيا عندما بدأ وأن كل شيء انتهى. طبعا فالنسيا صعد أيضا إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي. نطير إلى إيطاليا ونبدأ بتوتو سبورت الإيطالية والكلام على رونالدو. ارفعوا أيديكم عن رونالدو. طبعا أتلتيكو مدريد بيعتزم على اتخاذ إجراء ضد الحرقة اللي قام بيها رونالدو بعد نهاية المباراة. طبعا حاليا لا يوجد أي تحقيق من الاتحاد الأوروبي، لكن الحظر سيكون سخيفا بالنسبة لليوفنتوس. كوريرو ديل سبورت الإيطالية، فرانكفورت يقصي إنتر ميلان. إنتر محزن يخرج من الدوري الأوروبي أمام أينتراخت بنتيجة 1-0. طبعا إيكاردي وكلام على قضية إيكاردي مع الإنتر، وسباليتي لن نفوز مع الاستعجال. ده تصريح سباليتي بعد خروجه أمام فريق أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي. لجازيتا ديل سبورت الإيطالية وكلام عن الإنتر، الإنتر والكابوس الأسود. سباليتي يودع اليوروبا ليج، والآن الديربي بمثابة كابوس. خطأ ساذج من ديفري يمنح فرانكفورت تذكرة التأهل، وبيريزيتش غير موجود. طبعا نفس الكلام على نابولي، نابولي يستقبل 3 أهداف لكنه وصل إلى ربع النهائي. الفريق الإيطالي سجل هدفا عن طريق ميلتش مما جعلهم يسترخون ويعبرون للدور التالي. طبعا بعد هدف ميلتش دخل في نابولي 3 أهداف، لكن بمجموع اللقاءين الهدف اللي أحرزه نابولي يكون سبب في صعوده إلى دور الثمانية. نروح لفرنسا ونشوف الصحف الفرنسية كاتبة إيه. لكيب الفرنسية انتهت اللعبة. طبعا لم يعد لفرنسا أي فريق في البطولات الأوروبية، ده بعد خروج فريق رن أمس أمام نادي أرسنال. نروح للو باريزيون الفرنسية و كتب عنوان ماذا ستفعل إن كنت رئيسا للبي اس جي. نادي الباريسي على صفيح ساخن بعد خروجه الصادم من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام مانشستر يونايتد 3-1 في إياب دور 16، ليهدر تفوقه ذهابا بهدفين دون رد في معقل الشياطين الحمر. ده بالنسبة لفرنسا خلاص ما عندهاش أي أمل في الحلم الأوروبي. صحيفة فاز الألمانية آخر صحيفة موجودة معانا كتبة كلام على طبعا تيديسكو الذي تم إقالته من تدريب شالكة، وتعيين الثنائي هوب ستيفنز ومايك بوسكنس بدلا منه. طيب خلصنا مع حضراتكم أبرز الصحف العالمية. كلام دوري الأبطال قبل ما نروح للأخبار، تعالوا نتكلم على دوري أبطال أوروبا شوية. لكن قبل ما نبدأ الكلام ونستعرض لحضراتكم ايه هي المواجهات الثمانية في ال4 لقاءات اللي هيكونوا ان شاء الله في شهر ابريل، تعالوا نشوف جزء من مراسم القرعة اللي تم سحبها صباح اليوم او ظهر اليوم من نيون في سويسرا، ونرجع نقول لحضراتكم ابرز المواجهات وازاي هيكون مشوار كل الفرق المشاركة في البطولة، ونرجع بعد ما نشوف جزء من الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. Thank you. شفنا مع حضراتكم جزء من سحب القرعة اللي تم ظهر اليوم، لكن ايه اهم المواجهات او ايه ابرز المواجهات؟ اياكس امام اليوفنتوس، وليفربول امام اف سي بورتو، وتوتنهام امام مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد امام فريق برشلونة. قبل ما اتكلم مع حضراتكم شوية على موقف الفرق، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان اياكس ويوفنتوس المواجهة المهمة بالنسبة لفريق اليوفنتوس، لكن الكلام هل هيتم ايقاف رونالدو قبل ما طبعا تتلعب المباراة بسبب الحركة الغير لائقة اللي اعتبرها نادي أتلتيكو مدريد وأيضا الاتحاد الأوروبي هي خارج إطار السلوك الرياضي. هتقولوا لي طب ما سيميوني عملها وما توقفش، هقول لكم أنا نفس الفكرة بالظبط، إن الاثنين بالنسبة لي سواسية، ده عملها من خارج الملعب ده عملها من جوه الملعب، الاثنين كانوا يستحقوا على العقوبة. لكن الاتحاد الأوروبي لو وقف رونالدو هيكون مفيش مبدأ المساواة ما بين كل الأطراف،
سيميوني عمل حركة أيضا غير لائقة بعد هدف أتلتيكو مدريد الثاني في الشباك ليفانتس، لكن الاتحاد الأوروبي ما لم يوقف دييغو سيميوني. أيضا رونالدو بعد ما أحرز الهدف الثالث بعد المباراة عمل حركة غير لائقة، وأتلتيكو مدريد بينوي مقاضاة وشكوى رونالدو ونادي ليفانتس بسبب الحركة الغير لائقة. لكن إيه اللي هنعرف أو إيه اللي ممكن يحصل؟ ده هيبان في الأيام القادمة بعد فتح باب التحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي على الكلام اللي بيتهم فيه نادي أتلتيكو مدريد رونالدو وفريق اليوفنتوس. المباراة الثانية هتكون ما بين ليفربول وبورتو، طبعا ليفربول وبورتو، والذكريات السيئة، الذكريات السيئة بالنسبة لفريق بورتو بيخسر آخر مباراة جمعت ما بين الفريقين 5-0 لصالح نادي ليفربول، صلاح أحرز فيه هدف وفيرمينيو هدف، وأيضا ساديو ماني أحرز 5 أهداف، وبالتالي ده الموسم اللي صعد فريق ليفربول فيه لنهائي دوري الأبطال أمام فريق ريال مدريد. أما توتنهام ومانشستر سيتي، المواجهة الأقوى توتنهام ومانشستر سيتي، المفروض كان فيه القرعة كانت المباراة الأولى على ملعب مانشستر سيتي، واليونايتد أيضا كان هيلعب على ملعبه، لكن حصل أن طبعا القوانين الاتحاد الأوروبي بتقول أن لو في ناديين بيلعبوا في نفس البلد وقعت القرعة عليهم أنهم يلعبوا لقائهم في نفس اليوم في نفس المدينة، ده بيختلف مع القواعد الخاصة بدوري الأبطال، وبالتالي تم عكس اللقاء الخاص بمانشستر يونايتد وبرشلونة. اللقاء الأول كان هيبقى موجود على ملعب الأولد ترافورد أو على ملعب الكامب نو آسف، والمباراة الثانية كانت هتكون موجودة في ملعب أولد ترافورد، لكن تم عكس المواجهات علشان توتنهام يلعب المباراة الأولى على ملعبه وأمام مانشستر سيتي. أيضا مباراة اليونايتد الأخيرة أمام نادي برشلونة دي هتكون آخر المواجهات. طبعا الكسبان من أياكس ويوفنتوس هيلاقي الكسبان من توتنهام ومانشستر سيتي، كل بيتوقع صعود نادي ليفنتوس وأيضا صعود نادي مانشستر سيتي، وليفربول وبورتو هيلاعب الكسبان من اليونايتد و برشلونة. لكن لو نيجي نقول لحضراتكم بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بدوري الأبطال والفرق الإنجليزية، طبعا الفرق الإنجليزية أول مرة من 10 سنوات نلاقي 4 فرق إنجليزية موجودين في دوري الأبطال في دور الثمانية. توتنهام ومانشستر سيتي هيلعبوا في شهر إبريل 3 مواجهات، أول مواجهة كل يوم 9 إبريل في دوري الأبطال، بعديها يوم 17 إبريل في دوري الأبطال أيضا، وأخيرا يوم 20 إبريل في الدوري الإنجليزي، وبالتالي 3 مواجهات لتوتنهام ومانشستر سيتي في أقل من 10 أيام، طبعا هتكون كلها مواجهات قوية جدا. اليونايتد، وإيه أخبار اليونايتد في شهر إبريل في مواجهات دوري الأبطال؟ 10 إبريل أول مباراة لنادي مانشستر يونايتد أمام فريق برشلونة، مباراة تانية يوم 13 إبريل أمام فريق وستهام، مباراة الثالثة يوم 16 إبريل أمام نادي برشلونة، 21 إبريل أمام نادي إيفرتون، و24 إبريل أمام مانشستر سيتي، وأخيرا يوم 28 أمام نادي تشيلسي. وبالتالي اليونايتد في مهمة مستحيلة في شهر إبريل، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ هل اليونايتد هيقدر إن هو على الأقل يعني يكمل الإنجاز اللي حققه بعد خسارته 2-0 أمام نادي باريس سان جيرمان على ملعب الأولد ترافورد، وقدر إنه يفوز ب3 أهداف مقابل هدف، ولا اليونايتد هيكتفي بدور الثمانية؟ بالمناسبة كمان عايز أقول لحضراتكم اليونايتد من بداية دوري الأبطال معاه في المجموعة اليوفنتوس، خرج لدور 16 بنادي باريس سان جيرمان، وبيصطدم في دور الثمانية بنادي FC برشلونة، أكيد مواجهات مهمة جدا. لكن عايز أقول لحضراتكم أيضا مانشستر سيتي هو كمان عنده 4 مواجهات مهمة جدا في شهر إبريل، 2 أمام فريق توتنهام أو 3 أمام فريق توتنهام عفوا، وأخيرا أمام مانشستر يونايتد. وبالتالي الأندية الإنجليزية في صراع قوي جدا في كل البطولات سواء في دوري الأبطال أو في الدوري الإنجليزي. أخيرا مانشستر أمام فريق برشلونة في آخر 8 مواجهات ما فازش بمباراة واحدة أو فاز بمباراة واحدة فقط أمام برشلونة، من 8 لقاءات 4 تعادلات و3 هزائم بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد. فاحنا بنتكلم على حظ مانشستر السيء أمام نادي برشلونة، لكن طبعا المواجهات هتكون قوية جدا، هتكون صعبة جدا. أكيد باقي الأيام من شهر مارس اللي ما فيش منها أي مواجهات لواحدة من أقوى البطولات العالمية، أقوى بطولة
ممكن واحد يتفرج فيها على نجوم موجودين. وتخيلوا حضراتكم ان احنا لو شفنا النهائي ما بين ميسي ورونالدو، علشان تكون اول مره في تاريخ دوري الابطال الاثنين يلعبوا ضد بعض، او كمان نلاقي افضل اثنين لعيبه موجودين في العالم في اخر 10 سنوات موجودين في نهائي واحد فقط. هل رونالدو فعلا هيقدر انه يتوج مع اليوفنتوس من عام 96 اللي فشل من الوقت الحالي او من وقتها ان نادي يوفنتوس يتوج باللقب، ولا برشلونه هيكمل مع ميسي الهيمنه بالثلاثيه؟ بيكمل طبعا برشلونه على بطوله الدوري وهو المتصدر، وايضا في بطوله الكاس صعد الى النهائي، وايضا في دوري الابطال صعد لدور الثمانيه. خلصنا معاكم دوري الابطال وابرز الكلام والحديث عن دوري الابطال، لسه نكمل معاكم في بطوله أخرى وهي الدوري الأوروبي والقرعة الخاصة بالدوري الأوروبي. هنشوف جزء من القرعة واللي أيضا تم سحبها ظهر اليوم في نيون في سويسرا، ونرجع نقول لحضراتكم أبرز المواجهات ما بين الفرق المشاركة. قرعة الدوري الأوروبي واللي زي ما حضراتكم شفتوا أسفرت عن مواجهة أرسنال أمام نابولي، وهي دي القمة والنهائي المبكر في الطريق إلى باكو، وهو الملعب اللي هيستضيف أو عاصمة أذربيجان اللي هتستضيف المباراة النهائية لليوروبا ليج، أرسنال أمام نابولي في مباراة قوية جدا، فياريال أمام فالنسيا، وأيضا بنتكلم على مواجهة أسبانية خالصة ما بين فياريال وفالنسيا. أما بنفيكا هيلاقي فرانكفورت، وفرانكفورت بعد المفاجأة القوية اللي قدر إنه يطيح ويقصي فريق إنتر ميلان من دور ال 16 في الدوري الأوروبي. وأخيرا طبعا سالفيا براغا هيلاقي نادي تشيلسي. سالفيا براغا امبارح نجح في مباراة درامية انه يخرج نادي اشبيلية في الوقت الاضافي الثاني في اقل من 5 دقائق في مباراة، يعني فعلا اللي ما اتفرجش على المباراة دي فاتوا كتير جدا جدا من العزيمة ومن الاصرار اللي موجود في نادي بينافس بشرف في بطولة قوية لا تقل اهمية عن بطولة دوري الابطال، اللي موجود فيها اكتر من نادي يقدر ينافس على اللقب. ارسنال يقدر ينافس نابولي وايضا تشيلسي، وبنتكلم على فالنسيا او فياريال، فبطوله ايضا قويه جدا جدا جدا. هنروح مع حضراتكم للدوريات الانجليزيه والاسبانيه والايطاليه علشان نتابع معاكم اخر المستجدات، وكمان ايه هي المواجهات القادمه في الدوري الانجليزي. ونبدا معاكم باللقاء اللي هيكون بكره ان شاء الله يوم السبت ما بين وولفرهامبتون وأرسنال، هيكون الساعة 2 بتوقيت القاهرة. ده بالنسبة للمباريات. طيب تعالوا نروح نشوف اللقاءات اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشة حاليا. زي ما قلت لحضراتكم تاني، يوم السبت وولفرهامبتون هيلاقي نادي أرسنال الساعة 2، يوم الأحد إن شاء الله توتنهام أمام كريستال بالاس الساعة 2، فولهام أمام ليفربول الساعة 4:15، وأخيرا إيفرتون أمام تشيلسي الساعة 6:30. هنروح للترتيب الخاص بالدوري الإنجليزي، ونبدأ معاكم بمانشستر سيتي المتصدر ب 74 نقطة، يليه نادي ليفربول 73 نقطة، والمركز الثالث فريق توتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث ب 61 نقطة، وأرسنال في المركز الرابع ب 60 نقطة، وأخيرا مانشستر يونايتد ب 58 نقطة. نروح للدوري، لا لسه مكملين معاكم في ترتيب الهدافين الخاص بالدوري الانجليزي، وسيرجيو اجويرو على الصدارة ب 18 هدف، يلي محمد صلاح واوباميانج وهاري كيم الثلاثة عندهم 17 هدف. اما ساديو ماني حاليا بعد التألق للاعب في الفترة الأخيرة وإحرازه للأهداف 16 هدف، وأخيرا رحيم ستيرلينج اللي عنده 15 هدف. نروح للدوري الأسباني علشان نتابع مع حضراتكم جدول الترتيب الخاص بالدوري الأسباني، وهنبدأ معاكم من برشلونة صاحب المركز الأول ب 63 نقطة، أما أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب 56 نقطة، وريال مدريد في المركز الثالث ب 51 نقطة، وختافي في المركز الرابع ب 45 نقطة، وأخيرا ديبورتيفو ألافيش في المركز الخامس ب 41 نقطة. أهم المواجهات القادمة في الدوري الإسباني، وهنبدأ معاكم من بكرة إن شاء الله السبت، ريال مدريد أمام نادي سيلتا فيجو الساعة 5:15 في أول مباراة لزيدان بعد العودة من جديد، أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد الساعة 7:30. يوم الحد ان شاء الله هيكون في لقاء اسبانيول واشبيليه الساعه 7:30 ايضا، واخيرا ريال بيتيس وبرشلونه الساعه 10:45 بتوقيت القاهره. تعالوا نروح لهدافي الدوري الاسباني
علشان نشوف ميسي اخباره ايه. ميسي موجود في الصداره ب 26 هدف، يليه لويس سواريز 17 هدف، وكريستيان ستواني في المركز الثالث ب 16 هدف، ووسام بن يدر في المركز الرابع ب 15 هدف، وكريم بنزيما 13 هدف، يتساوى معاه جيمي ماتا 13 هدف لاعب نادي ختافي. نروح للدوري الايطالي والترتيب الخاص بالدوري الايطالي اللي فيه قمة مرتقبة يوم الحد إن شاء الله ما بين الإنتر والإسي ميلان. يوفنتوس في المركز الأول 75 نقطة، خلاص حسم البطولة من وجهة نظري، ونابولي في المركز الثاني 57 نقطة، وإسي ميلان 51 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الرابع ب 50 نقطة، وروما في المركز الخامس ب 47 نقطة. أبرز المواجهات القادمة في الدوري الإسباني يوم السبت بكرة إن شاء الله، سبال أمام روما الساعة 7. طبعا الإيطالي أبرز مواجهات الدوري الإيطالي عفوا، ويوم الحد هو النصيب الأكبر من المواجهات، جنوا أمام اليوفنتوس الساعة 1:30، نابولي أمام أودينيزي الساعة 7، وميلان أمام الإنتر في ديربي ملعب جيوتسيبي دي مياتسا، معقل نادي إنتر ومعقل نادي ميلان، في مواجهة قوية جدا ما بين الفريقين، يا ترى مين اللي هيفوز؟ وهتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة. نروح لجدول الترتيب أو جدول هدافي عفوا الدوري الإيطالي، وهنبدأ مع حضراتكم بكواليريلا اللي بيتصدر وبيتخطى رونالدو لاعب نادي سامبدوريا ب 20 هدف. طبعا كريستوف بياتيك بيتساوى مع رونالدو ب 19 هدف، وزاباتا 17 هدف، وميليتش عنده 14 هدف، وإيموبيلي عنده 13 هدف. خلصنا مع حضراتكم كده ابرز المواجهات المرتقبه ما بين الفرق الايطاليه والاسبانيه وايضا الانجليزيه، علشان نروح مع حضراتكم الى اخر الاخبار اللي موجوده معانا ونتابع ما هو جديد. اكيد في كلام كتير جدا جدا، هنحاول ان احنا نقول لحضراتكم اهم الاخبار اللي موجوده. قبل ما نروح ايضا لفقره الفيديوهات العالميه اللي حضراتكم دايما متعودين عليها معانا هنا، هنبدا معاكم بالاخبار، ونبدا معاكم بخبر رونالدو يواجه خطر الايقاف بسبب تصرف غير مسؤول بعد مباراه اليوفنتوس واتلتيكو مدريد في دور ال 16 من بطوله دوري ابطال اوروبا. ميليتاو اول صفقات عوده زين الدين زيدان لريال مدريد مقابل 50 مليون يورو، واللاعب يوقع ل 2025. وكريستيانو رونالدو لاعب الأسبوع في دوري الأبطال بعد الهاتريك الأخير في مباراة أتلتيكو مدريد، واللي كان سبب في وصول نادي اليوفنتوس لدور الثمانية من نفس البطولة. يورجن كلوب يؤكد عودة تشامبرلين بعد انتهاء التوقف الدولي. تشامبرلين كان غائب للإصابة، لكن بعد التوقف الدولي اللي هيكون موجود الأسبوع القادم بعديها هيعود من جديد تشامبرلين، واحد من الأسلحة القوية جدا في صفوف فريق ليفربول، علشان يشكل الثنائيات مع صلاح وفيرمينيو وساديو ماني. جريدة صن أنباء عن منع مانشستر سيتي من التعاقدات لفترتين، طبعا الفترة الصيفية القادمة وأيضا الفترة الشتوية القادمة، وهنا الكلام على مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد الأنباء عن استعداد مانشستر سيتي ب 150 مليون جنيه استرليني علشان يستعد بيها لموسم انتقالات صيفية قوي، لكن واضح ان الحلم مش هيتحقق. شالكة الالماني يعلن عن اقالة مدربه تيديسكو، وكلنا شفنا طبعا شالكة بعد ما خرج امام مانشستر سيتي، وايضا وجهة المدرب القادمة هي الدوري التركي. بعد 31 يوم فقط بول سكولز يعلن استقالته من تدريب أولدهام بسبب زي ما احنا سمعنا وشفنا في الفقرة الأولى فقرة الصحافة، أن بول سكولز بيقول أن تم تضليله، وأيضا كان في بعض التدخلات من قبل الإدارة، الأمر اللي بول سكولز رفضه أنه يكون موجود، وبالتالي استقال بعد 31 يوم فقط من تدريبه لفريق أولدهام. هندرسون يغيب عن ليفربول أمام فولهام بسبب الإصابة. هندرسون خرج مصاب في مباراة بايرن ميونخ الأخيرة،
طبعا من دوري الأبطال بعد تقريبا ربع ساعة من عمر المباراة. لكن هندرسون إن شاء الله مش هيغيب فترة طويلة، لكنه هيكون موجود بعد مباراة فولهام. يورجن كلوب بعد القرعة الأوروبية وأول تصريح للمدرب الألماني على بورتو، قال علينا احترام بورتو بنسبة 100%. وإسكو خارج قائمة أسبانيا أمام النرويج ومالطا، ده طبعا أمر طبيعي جدا في تصفيات أمم أوروبا بعد ما تم استبعاد اللاعب من قبل المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد سانتياغو سولاري، طبيعي جدا إن يتم استبعاده من القائمة الدولية. ريال مدريد يخطط لبيع جيمس رودريغيز في الصيف بعد ما اللاعب أدى بمستويات هزيلة من وجهة نظر الفريق الأسباني، وأيضا بعد ما تولى القيادة الفنية زين الدين زيدان واللي رفض أن اللاعب يكون موجود في الموسم القادم وفضل التعاقد مع هازارد وبيع اللاعب للاستفادة المادية. بعد غياب 9 أشهر رونالدو يعود لقائمة البرتغال مجددا في تصفيات الأمم الأوروبية علشان يواجهوا المنتخب الأوكراني والمنتخب الصربي في تصفيات أوروبا. زين الدين زيدان، أتمنى تدريب إمبابي ولم أطلب التعاقد معه، طبعا بعد التصريحات اللي أثيرت أخيرا من قبل فرونتينو بيريز لما تم توجيه السؤال ليه تحب تتعاقد مع نيمار ولا إمبابي، قال الاثنين معا، وبالتالي ده تصريح طبعا من مدير فني كبير جدا في حق لاعب يحمل نفس الجنسية للمدير الفني وهي الجنسية الفرنسية. برشلونة سعداء بقرعة دوري الأبطال وذاهبون لإنجلترا للفوز، وطبعا كلنا طبعا اللقاء ده خاص جدا بالنسبة لبيكيه، علشان بالنسبة لبيكيه هو النادي السابق والنادي المفضل بعد برشلونة وهو مانشستر يونايتد، واللي أكيد بيحمل ذكريات يعني بعض الشيء أليمة بالنسبة لبيكيه الفترة اللي ما تألقش فيها واللي عاد بعديها لنادي برشلونة عشان يتألق ويكون واحد من نجوم الفريق الكتالوني. زيدان يحسم مصير إسكو وبيل مع ريال مدريد الأيام القادمة، يا ترى هنشوف جاريث بيل وإسكو خارج سانتياغو برنابيو ولا زين الدين زيدان قادر بشخصيته القوية بالنجومية الطاغية عليه أنه يقنع اللاعبين بالبقاء وأيضا في التألق والاعتماد عليهم في الفترات المقبلة والموسم القادم. خوليو سيزار يرشح ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا. خوليو سيزار هو سفير دوري الأبطال وحارس مرمى البرازيل وحارس مرمى انتر ميلان في السنة اللي فاز بيها انتر ميلان بالثلاثية في 2010-2011 مع جوزيه مورينيو، وكان واحد من نجوم نادي انتر الموسم اللي فازوا فيه بدوري الأبطال. والأندية الإنجليزية تزيح لا ليغا عن عرش البطولات الأوروبية، طبعا بنتكلم على إقصاءات كثيرة جدا من الأندية الإنجليزية لأندية لا ليغا، وأول مرة نشوف 4 أندية إنجليزية موجودين في دوري الأبطال في دور 8 من 10 سنوات. رئيس رابطة الليغا، اقتراحات يويفا لدوري الأبطال كارثية. هنشوف دوري الأبطال هيتم التعديل فيه ولا لأ، وهل أيضا هيتم اعتماد بعض القرارات اللي هياخدها الكونجرس الخاص بالفيفا، ولا هنكلم حضراتكم عليها سريعا بعد ما نخلص الأخبار. كونجرس فيفا بين التطوير وتحديات التطبيق على أرض الواقع. نادال يبلغ ربع النهائي في دورة أنديان ويلز الأمريكية وتحديد موعد مواجهات دور الـ16 لبطولة أوروبا للأندية لكرة اليد. وفورمولا 1 تعتمد نقطة إضافية لصاحب أسرع لفة. خبر خاص طبعا عن اللعيبة المحترفين المصريين في الخارج، أو أخبرنا المعتادة أنني في القاهرة اليوم للانضمام لمعسكر منتخب مصر. صلاح في أجازة خلال التوقف الدولي بعد استبعاده من قائمة الفراعنة. وعمرو وردة يعتذر لجماهير آيك أثينا وأتروميتوس ينهي عقوبته. وتشيزني محمد صلاح لاعب رائع وتألقه مع ليفربول مبهر. وسام مورسي التطلع للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وأخيرا الهزيمة 7
لفريق علي غزال بمشاركته أمام فريق بورتو. لسه مكملين مع حضراتكم، وكنت بتكلم على خبر خاص بالكونجرس أو الاجتماع الخاص في ميامي، طبعا إحدى المدن الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الكونجرس الفيفا ما بين التطوير وتحديات التطبيق على أرض الواقع، أن اليوم كان في اجتماع لمناقشة بعض الأمور الخاصة والتعديلات الجديدة في بطولة، في القرارات الخاصة ببطولات عديدة جدا، منها طبعا زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 إلى 48 منتخب بدلا من 32 منتخب، على أن يتم زيادة دولة تستضيف الحدث مع دولة قطر المنظمة للبطولة. أيضا بنتكلم على كأس العالم للأندية، عايزين طبعا بدل ما يكون كل سنة يكون كل 4 سنين ويضم 24 فريق، وده طبعا يعني قرارات كبيرة جدا وقرارات احنا نفسنا مش مستوعبينها. طب ازاي هيتم كل 4 سنوات تنظيم بطولة كأس العالم للأندية؟ طب وعلى اي اساس؟ هل الفرق اللي هتفوز بالبطولة السنة اللي هيتم فيها تنظيم كأس العالم للأندية من خلال كل اربع سنين هو ده الفريق اللي هيتأهل، ولا ازاي هيكون التأهل او ازاي هيكون اختيارات ومعايير البطولة؟ طبعا كلام كبير جدا وكلام كتير جدا بالنسبة لنا هنا، هو اخبار او افكار متروحة، لكن التنفيذ هيكون النهاردة بالليل ان شاء الله في الاجتماع اللي هيكون في وفد الكونجرس الخاص بالفيفا، وايضا انفانتينو اكيد رئيس الفيفا هيكون موجود، لكن اللي احنا شايفينه حاسينه ان في معارضة لبعض الطلبات اللي هتكون موجودة على ترابيزة الاتحاد الدولي او كونجرس الفيفا ان شاء الله بالليل، ولا نعرف اخباره بكرة على الاكثر. طبعا بالنسبة لانفانتينو طبعا في ايضا كلام على استبدال كاس القارات ببطولة الأمم العالمية أو مسمى خاص بالمنتخبات المشاركة في كأس القارات، هيكون لها أيضا مسمى جديد وشكل جديد من البطولات. طبعا إحنا مع التطوير ومع التحديات ومع أي شيء بيرفع من مستوى المنافسة في عالم كرة القدم، لكن طبعا ضد أن أي فريق أو أي منتخب ما ياخدش حقه في السنة اللي بيلعب فيها أو بيتوج فيها في البطولة. يعني طبعا احنا عارفين ان رئيس الاتحاد الافريقي السيد احمد كان في بعض الملابسات وبعض التاخيرات في استخراج تاشيرته الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه اللي نجح انه ياخدها من خلال دوله مصر، وسافر امبارح وعلى طبعا على مفروض ان هو على الوصول علشان يشارك في اكبر حدث خاص بكونجرس الفيفا واللي موجود حاليا في امريكا. يعني دي ابرز الاحداث او ابرز الاخبار اللي موجوده معانا، لكن عايز اقول لحضراتكم ان في بعض الارقام اللي عايزين نقولها لحضراتكم خاصه بلاعبي دوري ابطال، وكمان ميسي عنده يعني رصيد كبير جدا من المواجهات، لكن مش يعني هنفكر حضراتكم تاني ان كان في طبعا مواجهات قويه جدا في دوري الابطال، وايضا في بطوله أو في ديربي يوم الأحد إن شاء الله يكون ما بين نادي إي سي ميلان وإنتر ميلان. هقول لحضراتكم بعض الأرقام والإحصائيات الخاصة بالفرق. طبعا إي سي ميلان فاز في 51 مباراة وإنتر ميلان فاز في 63 مباراة، والتعادل كان في 55 مباراة، ميلان في المركز الثالث وإنتر ميلان في المركز الرابع. بنتكلم على جاتوزو كمدير فني ضد إنتر ميلان، بيفوز فوز واحد فقط وتعادل واحد فقط وأيضا هزيمة واحدة فقط. إسباليتي ضد طبعا ضد الميلان 15 فوز وسبع تعادلات و11 هزيمة. بنتكلم 217 هدف لإيسي ميلان و233 هدف بالنسبة لفريق إنتر. ايضا بنتكلم على ان الميلان بيفشل في تسجيل اي هدف في اخر لقاءين لعبهم ضد انتر ميلان في الدوري الايطالي طبعا، وانتر لم يفشل في التسجيل في 3 مباريات متتاليه امام انتر ميلان، او الميلان فشل ايضا في التسجيل في 3 مواجهات متتاليه امام انتر ميلان منذ عام 1981. طبعا من اخر 8 اهداف 7 طبعا كانت في الديربي الدوري الايطالي تم تسجيلها في الشوط الثاني من المباريات، يعني بنتكلم في ان
تم 7 أهداف من ضمن آخر 8 أهداف تم تسجيلها في الديربي الإيطالي كانت في الشوط الثاني، وده بيدل على مدى قوة الديربي ومدى قوة اللياقة البدنية اللي بيشهدها الدوري الإيطالي. طبعا الميلان حقق الفوز في آخر 5 مواجهات لعبها في الدوري الإيطالي، وطبعا بينما لم يحقق الانتصار في 6 مباريات متتالية في البطولة منذ 2006، وهي 9 مباريات. الانتر حصد 11 نقطة فقط في آخر 8 مباريات في الدوري الإيطالي في عام 2019، بينما ميلان هو تاني أكثر الفرق حصدا للنقاط في العام الجديد حيث حصد 20 نقطة في 8 مباريات. يعني عام 2019 بالنسبة لإس ميلان هو عام سعيد جدا. انتر ميلان سجل 38% من أهدافه في الموسم الحالي في آخر 15 دقيقة، علشان كده بقول لحضراتكم مدى قوة الديربي الخاص ما بين انتر ميلان وإس ميلان. ولم يتعرض طبعا إسباليتي لأي هزيمة في جميع المواجهات اللي لعبها كمدير فني لفريق انتر أمام الميلان، حقق الفوز في لقائين والتعادل كان نتيجة طبعا مباراة واحدة فقط. ده بالنسبة للأرقام الخاصة بإنتر ميلان وإيسي ميلان. هنروح معاكم لفقرة الدوريات الأوروبية والدوريات الفيديوهات المتنوعة، وهنبدأ مع حضراتكم بفيديو مجمع بنتكلم بقى من خلاله على نجوم العالم وفقرات الكبائر. واحنا عارفين ان في كرة القدم اكتر موقف محرج ممكن يتعرض ليه لاعب كرة القدم هو تعرضه لكوبري خاص به جوه الملعب او خارج الملعب، سواء على سبيل الهزار او على سبيل الجد. تعالوا نشوف ازاي نجوم العالم بيتعاملوا في المواقف المحرجة ونرجع نكمل مع حضراتكم. طبعا دايما اي حارس مرمى بيبقى عنده توفيق او عدم توفيق، لكن التوفيق في حراسه المرمى ان انت تصد كوره صعبه جدا، لكن طبعا سوء الحظ او سوء التوفيق ان انت تغلط غلطه وتكون سبب في احراز الفريق المنافس هدف في مرماك. لكن تخيلوا حضراتكم ان ممكن حارس مرمى يكون عنده سوء حظ كبير جدا في صد كره قدم لكنه عنده توفيق كبير جدا في ان حد ينقذه. يا ترى مين اللي انقذ حارس المرمى في مباراه في احد دورات الهواء؟ تعالوا نشوف. Quiero que lo conozca, el Bobby. Estamos hablando del federal. Miren lo que hace el Bobby, se metió en la cancha. Y evitó un gol. Apareció el Rope, sí, capaz para el precisarlo. Evitó un gol, mirá, pimba. Y la mandó el gol. La mandó el gol. Este perro hay que darle loco, espectacular. دايما المشجعين في كرة القدم بيكون ما بينهم هزار جوه وبره الملعب، لكن المرة دي كان صراع ما بين المشجعين على مين يحرز ضربة الجزاء أو مين اللي يشوط الكرة اللي موجودة في الملعب. هزار كان دمه خفيف وكان مقبول، لكن تعالوا نشوف ازاي المشجعين اتعاملوا مع بعض جوه الملعب ونرجع نكمل باقي الفيديوهات مع حضراتكم. كرة القدم أكيد هي الأمتع في العالم وهي الرياضة الأساسية في جلب المشاهدين، أو سواء أن أنت تتمتع بيها من كمشجع أو كلاعب كرة قدم جوه الملعب. تخيلوا حضراتكم أكيد في كرة الشوارع بيكون في حاجات مميزة جدا وفي حاجات كلنا دايما يعني بتثير انتباهنا وبنتفرج عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المرة دي جبنا لحضراتكم إزاي كرة الشوارع بيتم التفكير فيها بشكل متطور جدا جدا، ازاي باقل الامكانيات ابدا ان انا انمي مهاراتي في كره القدم. تعالوا نشوف جزء من مهارات كره الشارع اللي فعلا هي جزء من مهارات اي لاعب كره قدم موجود على الساحه العالميه حاليا. Thank you.
اللي بيلعب كوره عارف ان دي اسمها تنس، تنس طبعا بالقدم، لكن التطوير فيه ان هو ما عندوش الامكانيات فبيستغل احد المطبات الصناعيه اللي موجوده في احد الشوارع علشان يمارس هوايته المفضله. طبعا لعبه بتنمي المهارات بشكل كبير جدا جدا، واللي بيلعب كره قدم واللي عارف اهميه اللعبه دي عارف مدى اهميتها في تطوير المهارات الفرديه الخاصه بلاعبي كره القدم. طبعا الفرص الضايعه اللي بتكون في احداث المباراه بتكون اشكال والوان، لكن دايما الفرص الضايعه السهله بناخدها بشكل كوميدي جدا، علشان كده جبنا لحضراتكم واحدا من اسهل الفرص الضايعه في عالم كره القدم والغريبه اللي حضراتكم وانا بصراحه عمرنا ما هنصدقها. تعالوا نشوفوا ازاي لاعب كره القدم ضيع فرصه غريبه جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. Nashville building the attack nicely into the penalty area. It's Kosuke Kamura. He's gone down. Chance here. Oh, they can walk it in. And how did that not go in? Lebo Maloto walked it wide. دايما التحول من الدفاع للهجوم حاجه صعبه جدا جدا، بتحتاج مهاره عاليه جدا وايضا تعليمات من المدير الفني جوه ملعب التدريبات وتكتيك بيكون صعب. تعالوا نشوف ازاي فريق ممكن يتحول من الدفاع للهجوم وكمان بشكل فيه تنوع في اللمسات وكره القدم بشكل عام. تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. هنريح حضراتكم شويه وهنروح لفاصل عشان بعديها نرجع نكمل باقي الفيديوهات المتنوعه، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم في وورلد سبورتس وفقره الفيديوهات العالميه. واكاديميه اياكس امستردام واحده من اكبر واقوى الاكاديميات اللي بتطلع ناشئين على مستوى العالم، دايما الكره الهولنديه بتكون ممتعه جدا ومميزه جدا. لكن في احد اللقاءات في دوريات الشباب والناشئين كان في ثرو باس عالمي من لاعب صغير في السن، يعني ما اعتقدش ان لاعب بالعقليه اللي هو موجود فيها حاليا يقدر يطلع مواهب كده غير لما يكون لاعب كبير جدا جدا وليه مستقبل رائع جدا. تعالوا نشوف ازاي ناشئي فريق اياكس عندهم من المهارات الكافيه اللي فعلا يقدروا يكونوا في واحد من الايام اقوى واكثر اللعيبه اللي عندهم موهبه في العالم. صليدين اوب ناجي يونيفورد، ناجي يونيفورد blijft goed op de been. Daar de steekbal, hele mooie bal op Juri Regeer met de kans en de redding van Troost. Schitterende paas van Nat Junivar op Juri Regeer. Maar Troost blijft overeind bij deze hele grote kans voor Ajax onder 17. يعني انا لو حاولت اعمل الثرو باس ده ممكن الكره تطلع بره في وش الجمهور، مش هتعرف تطلع بالمنظر اللي حضراتكم شفتوه ده. تحكم عالي جدا في الكوره وكمان فكر، دايما لاعب كره القدم عنده فكر عالي جدا، لما الفكر بيسبق التحكم الجسدي بتكون حاجه في قمه الروعه، وفعلا بيكون في تواصل ما بين لاعب كره القدم ما بين الكوره والتفكير اللي بيكون حاضر في ذهنه في الوقت الحالي. دايما زي ما حضراتكم عارفين دايما الموهبه دي هو يعني موهبه او هديه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي التحكم الاستثنائي في كره القدم او في الكره نفسها بيكون شيء رائع. لكن تخيلوا حضراتكم الحاجه الاصعب ان انت تتحكم في الكوره في وضع انت مجبر على انك تتحكم في الكوره وتمشي وتجري لحد ما الوقت بتاع الجهاز نفسه يخلص. ايه اللي انا بقوله ده؟ تعالوا نشوف ازاي طفل صغير بيتحكم في الكوره على التريد ميل ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب
طبعا داخلين كلنا على عيد الام، كل سنه وكل الامهات بخير. وطبعا احنا عارفين ان شهر مارس بيكون شهر خاص جدا بالنسبه للام، لكن في الملاعب الاوروبيه والملاعب العالميه دايما بيكون في ادوار لاي اب بيكون موجود، لكن ما حدش بيحس فيه، يعني ما حدش بيحس بيه علشان ما حدش بيتكلم عليه. لكن تخيلوا حضراتكم ان 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 فعلا جائزه اوسكار احسن اب هتروح لاب قدر يتعامل مع طفله اللي كان موجود معاه في المدرجات وعمل مهمه صعبه جدا 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 علشان يتفرج ويستمتع بالمباراه اللي اكيد اي مشجع بيكون موجود في اوروبا حريص على حضور كل اللقاءات اللي موجوده في اوروبا. يا ترى الاب عمل ايه علشان ياخد اوسكار احسن اب؟ تعالوا نشوف، وحضراتكم هتقولوا معايا فعلا يستحق جائزه الاوسكار ولا لا؟ تعالوا نشوف ونرجع نكمل معاك. يعني هو حريص على ان ابنه يكون موجود معاه، جايبه طبعا العصير الخاص بيه، وايضا بيفرجوا على الكرتون في ايد اللي موجوده ورا ظهره علشان يقدر يتفرج على المباراه بدون اي ازعاج. عشان كده بقول لحضراتكم زي ما احنا بنقول للام كل سنه وانت طيبه، دايما بيبقى عندنا او عندنا جائزه اوسكار النهارده احسن اب، فبتروح للمشجع اللي شفناه مع حضراتكم. يعني دايما الانتماء والتشجيع ملوش علاقه بسن، الانتماء او حب النادي بيكون دايما هو شيء يعني بالفطرة أو شيء بيكون متعودين عليه من حبنا أو من مشاهدتنا للنادي اللي احنا بنحبه أو أهلينا بيفرجون عليه أو بنتفرج معانا أو بنتفرج معاهم على النادي ده، وبالتالي عندنا أصغر مشجع في كرة القدم اللي كان موجود في ملاعب أمريكا اللاتينية. أكيد منظر كان رائع جدا ومنظر كان يستحق أنه يكون موجود معانا النهاردة في وورلد سبورتس. تعالوا نشوف أصغر مشجع كرة قدم ونرجع نكمل مع حضرتك. مباراة اينتراخت فرانكفورت وانتر ميلان في الدوري الاوروبي، مباراة اكيد شهدت خروج نادي انتر ميلان، لكن جمهور اينتراخت فرانكفورت بالدخل اللي عملها دي كان سبب، وانا اعتقد ان العدالة الالهية والعدالة طبعا في كرة القدم ادت الى خروج انتر بسبب جمهور فرانكفورت الرائع جدا 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 اللي في المباراة الاولى ما بين الفريقين عمل دخلة مفيش اروع منها، نظام وجمال وحلاوه موجوده في الملعب. اعتقد ان احنا من النادر نشوف دخلات بالرقي اللي حضراتكم هتشوفوه. تعالوا نشوف جمال ورقي جمهور اينتراخت فرانكفورت ونرجع نكمل مع حضراتكم. مارادونا الاسطوره، افضل لاعب كره قدم او من افضل اللعيبه اللي لمسوا كره القدم على مر التاريخ، بيتم تكريمه في امريكا اللاتينيه، لكن التكريم المره دي جه بشكل رائع جدا وبشكل مختلف. ازاي تم تكريم مارادونا من خلال ممر شرفي يحمل شكل مارادونا؟ تعالوا نشوف ونتفاجئ بالممر الشرفي ونرجع نكمل مع حضراتكم. حارس المرمى دايما بيكون متحمل مسؤولية كبيرة جدا، وزي ما حضراتكم عارفين التصريحات الشهيرة اللي بتقول ان حارس المرمى هو نص الفريق. حارس المرمى لما بيكون موجود بيشيل عاتق كبير جدا جدا من الدفاع ومن خط الوسط ومن خط الهجوم. لو عندك حارس مرمى جيد اعتقد ان انت هتكون مرتاح بنسبة كبيرة جدا اثناء المباراة، لكن لو عندك حارس المرمى ضعيف هيكون عندك قدر من القلق والتوتر اللي هيكون موجود معاك 90 دقيقة. لكن حارس المرمى القوي اللي بيصد اللي بيكون سند وظهر لفريقه ده بيكون شيء مميز جدا. عشان كده جبنا لحضراتكم افضل صده في عام 2019 واللي اتحققت من خلال المباراه اللي اقيمت طبعا في احدى الدوريات الغير اوروبيه واللي من خلالها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نشوف افضل صده في عام 2019 ونرجع نكمل مع حضراتكم.
falta de Fellini para pedir la pelota. Este el balón confiadito, fuerte en el rechazo. ¡Ojo, zurda la pelota! Fariñez, ¡qué tripleta, señoras y señores! ¡Qué reacción! ¡Fantástico el arquero Fariñez! De Millonarios, ¡qué partido en el Campín! El que juega el equipo capitalino frente a Atlético Nacional. ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Brillante! ¡Gigante como este escenario el arquero Fariñez! ¡No, increíble cómo reacciona! ¡Tres remates directos a diferentes sectores del arco! يعني هو ليه حق الصراحه يعمل نفسه شهيد بعد الثلاث صدات الغير طبيعيه اللي صدهم حارس المرمى، لكن زي ما حضراتكم شفتوا حارس المرمى لما يكون قوي اعتقد ان بيريح دفاع الفريق بشكل كبير جدا جدا جدا. بالوتيلي يعني لافت الانظار على السوشيال ميديا في الفتره الاخيره في بعض التحديات، شفنا الجون اللي احرزه مع مارسيليا وصور نفسه وصور زمايله بالفيديو بالموبايل الخاص بيه، لكن المره دي بدا يعمل تحديات خاصه جدا ب يعني اشياء غريبه، مره ينطط كره بالبطاطس ومره ينططها ببقره المناديل، علشان كده هنشوف مهارات بالوتيلي خارج المستطيل الاخضر ونرجع نكمل مع حضراتكم. Esta sera pure. Va bene questo, eh. مباراة مانشستر سيتي وشالكا اللي كانت مقامة في انجلترا واللي انتهت 7-0. جمهور شالكا اكيد رايح يتفرج ويتبسط بالمباراة، عارف ان فريقه ممكن يخرج وعارف ان هو بيلاعب خصم قوي، لكن الجمهور لازم يقتل الملل اللي موجود من فترة وصوله للبلد حتى وقت المباراة. جمهور شالكا عمل حالة في انجلترا او عمل حالة في مدينة مانشستر بالتواجد اللي كان عامله، تواجدهم كان لطيف جدا، كان ظريف جدا، ما كانش فيه اي مشاكل. لكن يا ترى جمهور شالكا قدر يسلي نفسه ازاي؟ ايه الطريقه اللي قدر ان هو يقتل الوقت بيها سواء كمشجعين او كلاعبي كره قدم موجودين في مدينه مانشستر؟ تعالوا نشوف ازاي جمهور شالكا تحدى الملل في مدينه مانشستر في مباراه دوري الابطال ونرجع نكمل مع حضراتكم. ده كان جمهور شالكا وازاي بيتحدى الملل في اوروبا وفي لقاءات دوري الابطال. اكيد طبعا ما دام ما فيش خروج عن النص كل حاجه مسموحه. لعيب برشلونه طبعا بعد الانتصار الاخير في دوري الابطال وايضا بعد الانتصار في كوبا ديل ري او كاس ملك اسبانيا امام فريق ريال مدريد وايضا الفوز على ريال مدريد في الدوري الاسباني، كان في جلسه تصوير الخاصه بنادي برشلونه في موسم 2018-2019 وجلسه التصوير اكيد كان شكلها مختلف، اكيد كان في بعض الصور الخاصه بالزي الكامل للفريق الخاص بالمباريات، وايضا الجلسه الثانيه بالتصوير كانت بالبدل، هنتفرج بقى على الشياكه والاناقه الخاصه بلاعبي برشلونه. نادرا لما بنشوف لاعبي كره القدم هم متشيكين وهم لابسين وهم يعني بالزي الغير رسمي، الزي الرسمي بالنسبه لينا كمشجعين او كمتفرجين لكره القدم هو التريننج سوت او الشورت والتيشيرت والشراب وجزمه الكوره، لكن لما لاعب كره القدم بيكون بلبس غير تقليدي اكيد بالنسبه لنا بيكون شكله مختلف. طيب عايز اقول لحضراتكم خبر عاجل دلوقتي، تم تعيين كانافارو اللاعب الايطالي مدير فني لمنتخب الصين في الفتره القادمه. كانافارو واحد من نجوم
كأس العالم اللي قدر يفوز بيها مع المنتخب الإيطالي في 2006، وأيضا واحد من طبعا سيناريو الصين دايما ان هم بيستعينوا بالمدرسة الإيطالية، كان قبل كانافارو طبعا مارشيلو لابي المدير الفني اللي أيضا قدر انه يفوز ببطولة كأس العالم. عندهم كده المدير الفني أو التجربة اللي كانت موجودة قبل كده، والمدير الفني الحاصل على بطولة كأس العالم، وحاليا المدير الفني اللي كان لاعب وحصل على بطولة كأس العالم بالنسبة للمنتخب الصيني. مش هننسى طبعا نفكر حضراتكم بجولات دوري الأبطال اللي هكون في شهر إبريل. شهر إبريل هو الشهر الخاص بلقاءات الكوارتر فاينلز أو دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال. إن شاء الله أول أسبوع هيكون يوم الثلاث 9 إبريل و10 إبريل، 3 و4 زي ما احنا متعودين، والأسبوع اللي بعديه على طول هتكون لقاءات العودة علشان خاطر نخلص شهر إبريل على خير ونرجع في شهر مايو. هنروح ل معلش طولت عليكم شويه في الكلام، لكن كنا بنتكلم على جلسه تصوير برشلونه الخاصه بالموسم 2018-2019، تعالوا نشوفها ونرجع نكمل مع حضراتكم. بعد التالق اللي تالقه فان دايك في مباراه ليفربول وبايرن ميونخ، وكان واحد من الاسباب اللي صعد بيها فريق ليفربول لدور الثمانيه، تعالوا نشوف جمهور ليفربول وهو بيغني لفان دايك بعد المباراه ونرجع نكمل مع حضراتكم. روبن فان بيرسي واحد من الاساطير الهولنديه اللي لعبوا في الدوري الانجليزي، لكن وجوده في طبعا فاينورد روتردام في هولندا يعني بيلفت الانظار دايما. في اخر موسم ليه هيمارس في كره القدم في تعامله مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، موقف جديد زي اللي تابعناه قبل كده من خلال وورد سبورتس. تعالوا نشوف روبن فان بيرسي والمواقف الانسانيه في عالم كره القدم ونرجع نكمل معها. وزي ما جمهور ليفربول غنى لفان دايك، جمهور ليفربول ايضا غنى لفيرمينيو، علشان نشوف جمهور ليفربول ازاي غنى لفيرمينيو. هنشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم. ما كانش فيرمينيو، ده كان شبيه محمد صلاح في ألمانيا لما جمهور ليفربول ومباراة بايرن ميونخ وليفربول، وحصل انه لقوا شبيه محمد صلاح موجود يتفرج معاهم على المباراة فغنوا لمحمد صلاح الأغنية الشهيرة فيرمينيو. ونرجع تاني لفيرمينيو، ايضا زي ما جمهور ليفربول غنى لفان دايك وغنى لمحمد صلاح بيغني ايضا لفيرمينيو علشان يكون غنى لمعظم لاعبي فريق ليفربول. تعالوا نشوف غناء جمهور ليفربول لفيرمينيو ونرجع نكمل مع حضراتكم. طبعا المقالب في عالم كرة القدم مقالب كتيرة جدا جدا وبنشوفها دايما مع لاعبي كرة القدم، لكن ازاي لاعب كرة القدم بيتقبل المقلب؟ هل ممكن يتقبله ولا ممكن يتعصب ويتنرفز؟ طيب ايه اكتر حاجة ممكن تضايق نجم كبير زي ديفيد بيكهام؟ مقلب ما اعتقدش ان اي حد كان ممكن يتوقع ان يتعمل فيه مقلب زي ده، لكن الطريف والجميل تعامل ديفيد بيكهام مع الامر. تعالوا نشوف من اكتر المواقف الكوميديه ومقالب كره القدم اللي اتعملت في ديفيد بيكهام ونرجع نختم مع حضراتكم. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من وورلد سبورتس، نشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه الجايه على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.